أيها الشعب الكريم، أعزائي رجال ونساء الوطن الواحد، مسلمين ومسيحيين، صافيا قررت أن تعقد هالمؤتمر الصحفي حتى تبلغكم أنه هي بتعتذر من كل ست، من كل ولد، من كل عائلة أثرت عليها سلبيا بيوم من الأيام. وبتحب تقلكم أنه من اليوم ورايح No wife خلي رجال يدق بشعره من شعراتك. No wife اقبض ليرة حرام من حدا وشيلها من درب ولادكم. No wife. طريق العفة هي طريقه. يا مراني صوفيا قررت تصالح كل رجال مع مدامته، كل خطيب مع خطيبته، وكل سياسي مع عائلته اكيد. وأنا بطلب من الكل إنه يمشي بالطريق الصح اللي هي طريق العفة، وأنا أكيد إنه ربنا نوايف يترك حدا. وشكرا. طيب ست صوفيا، فينا نعتبر إنه من وراء هالخطاب وقفت الكباريه ووقفت المهنة؟ وقفت الكباريه نوايف، الكباريه شغالة عيني، والمهنة لا صوفيا رح تضلها ولعاني على الآخر. طيب منين؟ لكن عشو صار لك ساعتين عم تحاضري فينا بالعفة؟ لأنه يا عيني موضة، شو بخلي الدكتور جعجع أحلى مني؟ ثانكيون.